السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز بس اقول يا جماعة، احنا الفيديو اللي معانا دوت هنتكلم فيه ان شاء الله عن دوائر الكنترول وازاي اعرف اشتغل في الكنترول كويس جدا. الموضوع مش بس للمبتدئين، الموضوع لكل الناس المهتمة بالكهرباء او تتعلم كهرباء. هتعلم فيه ازاي هنعمل انترلوك، ازاي هنعرف نتعامل مع الكنترول، هنشرح الرموز الكهربية، هنتكلم في دائرة ستارت ستوب الموتور عادية خالص. عايز اقول معلومة مهمة بس، ان انت عشان تفهم الفيديو ده لازم ترجع للي قبله وتعرف احنا قلنا فيه ايه. تابعونا وجاهزين يا جماعة نبدأ. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا قلنا ان احنا هنتعلم كنترول، وان شاء الله خليك معايا في الفيديو ده تتعلم كنترول كويس جدا. طيب نعرف بقى هنا المكونات، عندنا كي 4 وكي 1. عشان تتعلم كنترول لازم تعرف الرمز. الرمز الكهربي مهم جدا. النقطتين دول وفوقهم المنظر ده كده، يبقى ده بوش بوتون اون. يبقى ايه بوش بوتون اون؟ المنظر ده هيبقى معانا. تمام. طيب هنا عندنا برضو ده بيبقى بوش بوتون اون، دي نقطة نورمالي كلوز، نورمالي اوبن. لو عليها شرطة بالمنظر ده نورمالي كلوز. يعني ايه نورمالي كلوز؟ يعني هي طبيعتها ان هي بتبقى مقفولة، ولما يوصل لها كهرباء تفتح، والعكس لما تبقى نورمالي اوبن زي دي كده، اول ما يوصل لها كهرباء تقفل معايا، يعني تغير وضعها. بالتالي الريلي بيبقى فيه بعض النقط انا واخد منه كلوز واخد منه اوبن، بيغير الحركة بتاعته. والرسمة بتاعت الموتور، ودي رسمة الاندكيشن لام، ودي رسمة السويتش بتاع انترلوك. وهنا دي حاجة اسمها اللاتشد، يعني بمعنى لما ادوس هنا على كي واحد يحصل لاتش، كي اتنين هي اللي هتفضل موصلة للكهرباء، ودي ترجع تفتح تاني زي زرار الجرس كده بتاع البيت. تمام. في خطين في الكنترول بيبقى شغالين على ال وان، يبقى في لاين وفي نيوترال. المفروض اللاين ده انا هاخده وابدا اقطع بيه زي ما احنا شايفين، وابدا اخش على الكويلات زي ما احنا شايفين. السؤال ببساطة جدا في الرسمة اللي احنا شايفينها دي، هو هنا الراجل بيقول لك ان انا لما اجي ادوس هنا الموتور هيشتغل ويخش معاه الثلاث لمبات او الثلاثة انديكيشن لم. تمام. طيب انا بقى لما اجي ادوس على هنا على الزرار ده او البوش بوتون ده، ايه اللي هيحصل في الثلاث لمبات؟ هل اللمبة الخضراء هتفضل شغالة معايا والموتور هيستوب، ولا اللمبة الحمراء ديت واللمبة الصفراء هيطلعوا معايا، ولا الكل هيطلع معايا؟ يلا بينا نشوفها عملي عشان خاطر احنا نبقى عارفين احنا بنقول ايه. اي دائرة كنترول زي ما اتفقنا عندنا ال وان داخلين بتوع الباور بتوعنا على منيتشر رئيسي، بنرفع المنيتشر خلاص احنا عدلنا باور. بناخد النيوترال بتاعنا اللي احنا حاطينه اسود ده، الريلي بيوصل معايا بيبقى ليه ايه واحد وايه اتنين، بنبدأ نديله النيوترال اهو زي ما احنا شايفين موزعينه، والكونتاكتور برضو بياخد نيوترال. تمام. حتى برضو الانديكيشن لامب بيبقى طالع منها ليها طرفين، فبالتالي مدي واحد نيوترال للانديكيشن لامب، والتلاتة التانيين الكهرباء لما هيوصلوا الاون هيوصل عليه الكهرباء، وابدأ اخد الكهرباء اطلع بيها مغذي بقى هنا الكويل ده. انا عايز منه ايه؟ عايز لما يوصلوا الكهرباء يبقى نقطة اتنين وتلاتة مثلا يقفلوا معايا، واربعة وخمسة يفتحوا معايا سكة تانية. طيب هنا بقى الرسمة معانا بتقول لنا ايه؟ الرسمة معايا وانا ماشي بيها كده، اول حاجة هبدأ بيها اعمل ستارت لكي واحد. تمام كده. يلا بينا نبدا هنا نعمل ستارت، اللي هو الاس دبليو بي زي ما احنا شايفين هنا، دي الاس دبليو بي، هنبدا نعمل ستارت. حلو الكلام. دخل معايا كي 2 في الدايره،
وجي ثلاثة دخل معايا في الدايرة والموتور اشتغل معايا تمام. الكونتاكتور بالشرح بتاعه موجود عندي، اللي عايز يخش يسمع تفاصيل على القناة هيلاقي كل حاجة موجودة على القناة عندنا ان شاء الله. وهنا في ثلاث لمبات موجودين معايا اللي هم موجودين على الرسم. طيب هنا السؤال، الراجل بيقول لك انا لما اجي ادوس على اس دبليو اي اللي هي بتاعت كي 4، الاس دبليو اي اللي هي دي، انا لما ادوس عليها اهو، يلا بينا كده ندوس عليها مع بعض اهي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الثلاث لمبات بتوع الانديكيشن فصلوا معايا والموتور فصل معايا، صح كده؟ هي القصه كلها بس ازاي اعرف اشغل دماغي في الكنترول. تاني كده اهو، اديت ستارت كي 1 دخل معايا وطلع على طول عشان هو ملهوش لاتش، لكن 2 و3 دخلوا والانديكيشن لامب اشتغلوا معايا. طيب هنا السؤال بقى، لما اجي ادوس على اي دور او اي باب من السويتشين دول ايه اللي هيحصل؟ دول نقطتين نورمالي كلوز اهم، هم دول النقطتين دور 1 ودور 2 او الباب رقم 1 او السويتش رقم 1 والسويتش رقم 2. لما اجي ادوس هنا ايه اللي هيحصل؟ برضو نفس الفكره، الاثنين فتحوا معايا والموتور طلع واللمبات طلعت معايا. هندي ستارت نيجي على دور 2، نفس الكلام بالظبط، يعني كان الراجل حاطط الموتور ده في مكان وعامل له ليميت سويتشات على الابواب بتاعته، بحيث لو واحد فتح باب من الابواب الموتور يبطل عشان خاطر ما يعملوش مشكله لو حد دخل عليه جوه. يعني دي حاجه بس كده عشان تشغل الدماغ في الكنترول. هنيجي نبدا بقى من هنا، لما الراجل هنا، احنا هنا لما جينا ادينا ستارت ايه اللي حصل؟ لو اول ما هندي ستارت هيجي كي 1 ده ملقط معايا، تمام كده؟ هنيجي بقى هنا نشوف النقط بتاعت كي 1 كلها. النقطة ديت معايا اللي هي بقت كلوز هتبقى اوبن، صح كده؟ وكي 2 اللي هي ديت اهي هتعمل لاتش عليها من هنا، فبالتالي هتعدي لي الكهرباء لكي 3، تمام؟ هتعدي لي الكهرباء لكي 3، والنقطة ديت هتشتغل معايا وتعدي لي السكة هنا، دي مقفولة، ودي مقفولة الموتور هيشتغل بالكويل اللي هو الخاص بالكي 2، يبقى اللمبة دي اشتغلت والكويل ده اشتغل معانا زي ما احنا شفنا الريلي بتاع كي 2 اشتغل معانا، تمام؟ و4 دخل وطلع عشان ما عليهوش لاتش. تمام كده. طيب هنا بقى السؤال اللي احنا سالناه في الجزء الاولاني من الفيديو، السؤال هنا كان بيقول لك لما الموتور ده يبقى شغال معايا وانا جيت دوست على اكتيفت ديت والموتور، هل هو هيبقى ستوب معايا؟ هنا الموتور هيقف معايا، وكمان الاس دبليو اي ديت هتبقى تفتح معايا الثلاثه انديكيشن لام، تمام كده. مهم جدا يا جماعه، بس باكد عليكم ان احنا نعرف الرموز الكهربائيه كويس ونمشي ورا دايره الكنترول، سهله جدا جدا جدا، واحنا نفذناها عملي. دي رسمه جبناها من على الانترنت ونفذناها عملي عشان نبدا نشرحها لكم. الكلام ده في ناس بتروح تاخده في اماكن كتير جدا بفلوس كتير جدا. اخر حاجه هنعملها اهو، ده الدور الاولاني هيخش يطلع معايا، وهنا ده الدور الثاني هيخش يطلع معايا الموضوع كله بره يعني. يا رب نكون فدناكم حاجة في الفيديو دوت. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.